احنا التحية مسائية بوجه لكم ياها مشاهدينا فردا فردا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. بدي اقول رمضان كريم اكيد للكل وصيام مقبول لكل الصايمين. مثل العادة كل يوم بهالوقت في ربح الحظ حظ كتير حلو لكتار منكم. مين انتو؟ انتو الاشخاص اللي عم تختاروا كل يوم التكسورة اليومية، ان كانوا يومية 3، 4، أو 5. هذا الشيء بيرجع لكم انتو، بس المهم انه تكسوا الورقة يلي بتحبوها، الارقام يلي بدكم اياها، وتنضموا لنا ليلي بهالوقت بهالتوقيت الجديد بس بهذا الشهر الساعة 6 إلا 5. ما هيك قلت 6 إلا 5، 6 إلا 10، لحتى تعرفوا اذا انتو رح تكونوا رابحين، وان شاء الله بتكونوا رابحين وبتكونوا رابحين كتار. يلا من دون اي تاخير رح نبلش، بس قبل ومثل عادي بدي اقول مساء الخير لمندوب وزاره الماليه وعضو لجنه الرقابه. اهلا وسهلا جلال، كيفك اليوم؟ الحمد لله ماشي الحال. تمام الحمد لله. يلا خلونا من دون اي تاخير نبلش بلا ما ناخركم اكثر مشاهدينا، ونبلش تعرفوا مع اليوميه 3. هات لنشوف ارقام اليوميه 3 سوا. وبلشنا. واحد الحلو مثل المرة الماضية مثلا، 1، 2، 3 هيك. ليه لا؟ جربوا الأرقام اللي بدكم إياها، ما بتعرفوا كيف الحظ بصيب وكيف أرقامكم بتصيب، ما بتعرفوا. 1، 8، 3. ألف مبروك إذا اخترتوا هالثلاث أرقام. لنفسر شوي شو يعني بالدور سريعا للي بعده ما بيعرف. بالدور يعني عم تختاروا هالثلاث أرقام يطلعوا تماما بهيدا الترتيب يعني ورا بعض، يعني الأول شيء يطلع الواحد من بعد الثمانية من بعد الثلاثة. إذا اخترتوا تكستوا بالدور ما بتربحوا إلا إذا طلعوا بالدور، المبلغ اللي دفعتوه اضربوه ب400 مرة. هلا إذا ما بيهمكم يطلعوا بهذا الترتيب بهالحالة بهاليومية وبغيرها، تكسوا حيلا، المهم يطلعوا أرقامكم وبهالحالة المبلغ اللي دفعتوه اضربوه ب70 مرة، هذا لليومية الثالثة. أما هلا خلونا نشوف سوا شو معقول يكونوا أرقام اليومية 4. عن جديد على الماشين لنكتشف نحن وياكم هالأرقام. سبعة، حلو هاي الستة، شو قولكم؟ يا 8 يا 4، هات لنشوف بيطلع حلوين ساعتها عن جد. لا الواحد، 5، 7، 6، 1. ألف ومليون مبروك إذا اخترتوا هالأربع أرقام، إذا تكستوهم بالدور المبلغ اللي حبيتوا تدفعوه مثلا 1000 ليرة ضرب 4000 مرة، هذا بحال بالدور. وإذا تكستوا حيلا المبلغ اللي حبيتوا تدفعوه ضربوه ب 150 مرة، اعملوا التلفيل سريعا أو اطلعوا على قفا الورقة لتعرفوا دغري المبلغ يلي بتربحوه. بنقلكم مبروك. يلا آخر سحب هو لليومية 5. نشوف سوا نحن وياكم اخر سحب مباشرة على الهواء. ما تنسوا فيكم التكسو حيلا وقت بالنهار بماشين اللوتو، هي ماشين يومية هي ذاتها هيدي الماشين. وإذا تكستوا من بعد الساعة 5 ضل في عندكم مجال إنه هالورقة اللي تكستوها تنحسب، أكيد بتنحسب للسحب اللي بعده يعني لليلة اللي بعدها. سو حيلا وقت بيطلع على بالكم جربوا حظكم، ليه لا؟ 4، 9، 6. بعد في رقمين، بعد في رقم مع طاب الصفرة. هنقلكم مبروك، ما في دوبلات ولا تريبات اليوم. على كل حال 4، 9، 6، 2، 8 أرقام اليومية 5. إذا تكستوا هالخمس أرقام بالدور حبيتوا يطلعوا بالدور بهذا التسلسل، المبلغ اللي دفعتوه ضربوه ب40000 مرة. وإذا ما بيهمكم هذا التسلسل يعني بيهمكم يطلعوا بس الأرقام بهالحالة، وتعودوا إنه دايما تكسوا حيلا إذا بتحبوا، المبلغ اللي دفعتوه ضربوه ب350 مرة. هيدي نصيحة مني لكم لما تعقدوا كثير الأمور، بس على كل حال كل ما تكسوا بالدور ويطلعوا بالدور تربحوا أكثر. هيدي معلومة صغيرة، وخلونا نرجع لعند جلال لنعرف نتائج سحب الليل. سحوبات ليلية، سحوبات يومية لنهار الثلاثاء 14 حزيران 2016. أرقام الرابحة بسحب يومية 3، 1، 8، 3. بسحب يومية 4، 5، 7، 6، 1. بسحب يومية 5، 4، 9، 6،
2 8 2 مبروك للرابحين. ألف مبروك أكيد لكل الرابحين، وإن شاء الله بيكون في كتير رابحين. مشاهدينا ميرسي لك جلال. مشاهدينا هيدا كان، هولي كانوا ثلاث صحوباتنا لليلة. مثل كل ليلة بيكون في ثلاث صحوبات، يعني كتير من الجوائز اللي ممكن تحصلوا عليها، فجربوا حظكم دايما. شو ما كان المبلغ الفراطة اللي بجايبتكم معكم من 500 ألف 2000 3000 ماكسيمم، هالقد فيكم تدفعوا. جربوا حظكم ليه لا، يمكن كل يوم فيكم تربحوا بالملايين. هلا إذا مش ملايين ألوف، شو ما كان كلهم حلوين. لقونا بكرة مع اليومية. باي. هني ولاد خالات، اسمن ع اسم المرحوم جدن. الأوليني اسمه عبدو، والتاني اسمه عبدو، بس كل عبدو شكل. الأوليني اسمه عبدو.